امرأة نذرت أن تصوم ستايا ثم بعد فترة أرادت أن تقضي الصوم فلم تستطع، فهل تكفر عن كل يوم مسكينا أم عليه كفارة يمين؟ نذرت أن تصوم 6 أيام ثم بعد فترة أرادت أن تقضي فلم تستطع، تطعم عن كل يوم مسكينا ولا تكفر عن اليمين، لأن اليمين انعقدت، لأن النذر قد انعقد حينما نذرت كانت مستطيعة تصوم 6 أيام، انعقد النذر ثم عجزت فتطعم. لو كانت حينما نذرت عاجزة لقلنا نذرت بشيء لا يستطاع فلا ينعقد النذر وعليها كفارة يمين. فالمسألة عادي تفصيلا، هل نذرت وهي قادرة على صيام 6 أيام أو لا؟ فإذا كانت نذرت وهي قادرة ثم عجزت فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، أما إذا كانت قد نذرت وهي عاجزة فالنذر لا ينعقد. إذا نذر الإنسان بشيء لا يستطيع أن يعمله لا ينعقد النذر وعليه كفارة يمين.